مساء الخير. سجلات هذا المساء يتناول الشأن البريطاني في علاقته مع المنطقة العربية في حالة هذا الحراك الكبير. باري ماشتر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية ضيف هذه الحلقة ليجيب على استفساراتنا حول الموقف البريطاني من مجموعة من الملفات المتعلقة بالمنطقة. أهلا بك مستر باري ماشتر. سؤال الأول حول هذا الضجيج الحالي في الصحافة البريطانية وفي المواقف حول الشأن الإيراني. أريد أن أذكر بما نشرته صحيفة الجارديان التي قالت أن الجيش البريطاني وضع خطة طارئة لعمل عسكري محتمل ضد إيران وسط تزايد القلق من برنامجها للتخصيب النووي. أضافت الجارديان أن وزارة الدفاع البريطانية تعتقد أن الولايات المتحدة قد تقرر التسريع في خطط لهجمات صاروخية موجهة ضد بعض المنشآت الإيرانية الأساسية. طبعا أريد أن أذكر بأن هناك كلام من هذا النوع أيضا في إسرائيل التي أعلنت صحافتها أن إسرائيل تستعد لهجوم معين قبل شتاء العام المقبل. بالمقابل أيضا هناك متحدث وحضرتك متحدث اسم وزارة الخارجية البريطانية يقول نحن نريد حلا تفاوضيا ولكن يجب إبقاء كل الخيارات مطروحة على الطاولة. طبعا هذا تصريح غير مفيد لأنه لا نفهم الموقف البريطاني. أريد أن أتوجه إليك أستاذ مستر باري ماشتر حول الموقف البريطاني. هل أنتم بصدد الإعداد لضربة عسكرية ضد إيران كما تقول الجارديان؟ ثانيا ما سبب كل هذا الضجيج في هذا الوقت ضد إيران والملف الإيراني؟ في البداية طبعا الملف الإيراني رجع إلى صدارة الأولويات وهناك تركيز إعلامي جديد على إيران بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال السفير السعودي واستهداف بعض السفارات في بلدان مختلفة. وبريطانيا تريد أن يكون هناك تنسيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى للمزيد من الضغوط على إيران، ولكن أنا لا أقصد بذلك أي نوع من العمليات العسكرية. التقرير في جريدة الجارديان يشير إلى خطط لسيناريوهات مختلفة، وأي بلد لديها سيناريوهات عسكرية وبعدها تكون مستبعدة بعدها تكون شبه مستحيلة. هذا لا يعني أن بريطانيا تريد أن تقوم بحملات عسكرية حاليا ضد إيران، هذا مستبعد حاليا. نحن نركز ليس هناك قرار بريطانيا، لكن يبدو أن هناك قرار إسرائيلي، وطبعا المصلحة الإسرائيلية مباشرة بالنسبة لإسرائيل تعتبر أن هذا البرنامج النووي الإيراني خطر على إسرائيل. بالإمكان تصور أن تقوم إسرائيل بضرب ضد إيران سواء بضوء أخطر غربي بريطاني أمريكي أو بقرار ذاتي، فيما إذا قامت إسرائيل بهذا؟ أولا هل تعتقد أن إسرائيل بإمكانها أن تقوم بذلك دون أن تأخذ الرعاية الغربية؟ خلال السنوات الماضية مرات كثيرة كانت هناك تقارير إعلامية حول خطط إسرائيلية للقيام بحملات عسكرية ضد منشآت إيرانية، ولكن دائما واحد من أولوياتنا فيما يخص البرنامج النووي الإيراني كان إقناع إسرائيل وبعض الأطراف الأخرى بضرورة التركيز على المفاوضات وحلول سلمية، ولا نزال نركز على الحلول السلمية والدبلوماسية وإقناع إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي كل اتصالاتنا الرسمية مع إسرائيل دائما هناك مناقشات حول هذا الملف. من وجهة نظر أن يبدو أن إسرائيل لا تزال مقتنعا بتأييدها مبدئيا للمفاوضات والعمل الدبلوماسي، فنحن نريد أن إيران تتعاون معنا من أجل إبعاد أي شبح للحرب أو اللجوء للمواجهة من أي طرف. مستر باري ماشتر، هذا الكلام قد يكون مناسب أيضا لما قبل سنوات نفس الكلام كان يتم الحديث عنه، أنه الطرف الغربي البريطاني يريد للمفاوضات أن تصل إلى خواتيمها السعيدة، وأنه القرار العسكري. هل هناك شيء جديد؟ لاسيما أن الجارديان تقول أن بريطانيا بما معناه
تتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بضرب سريع صاروخي لإيران، هل لديكم معلومات في هذا الشأن؟ هل الجارديان شعرت أن الولايات المتحدة أبلغت الطرف البريطاني بأن هناك خطط معينة وأن بدأت بريطانيا بالاستعداد لهذه الخطط؟ بريطانيا حاليا لا تنظر إلى أي خطط عسكرية من أجل ضرب إيران. نحن لا نريد اللجوء إلى وسائل عسكرية لحل هذه القضية. وتقريبا السياسة البريطانية لم تتغير منذ سنوات الخمسة والستة الماضية. نركز دائما حول القنوات الدبلوماسية، ضغوط اقتصادية بطريقة متوازية مع حوار حينما إيران تكون مستعدة للحوار. حاليا ليس هناك أي مناقشات رسمية جادة حول ضرب إيران أو اللجوء إلى وسائل عسكرية. ردة فعل بريطانيا كانت سريعة بعد الكشف عن محاولة يقوم بها أطراف إيرانية لصالح الحكومة الإيرانية، محاولة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجوبير. كان رد الفعل البريطاني فورا استنكار وإداني، وبعد ذلك تم تجميد الأصول الإيرانيين المتورطين في مخطط اغتيال السفير، وبعد ذلك لم يحصل أي شيء. كنا نشعر أن هناك أجندة معينة، ولكن شعرنا أنه في فترة من الفترة توقف كل شيء. المحاولة للاغتيال جاءت بطريقة مفاجئة بعد الشيء، وبعد الاطلاع على المعلومات الموجودة تم رد فعل البريطاني والدولي. وتدريجيا نحن نريد أن تكون هناك المزيد من الضغوط على إيران من أجل أن تلعب حسب المبادئ المعتبرة الدولية في كل من البرنامج النووي، في قضية الإرهاب، في قضية حقوق الإنسان داخل إيران. في هناك كثير من الملفات تحتاج إلى التعامل والتركيز من قبل إيران حاليا. هذا لا يعني تغير جوهري في استراتيجيتنا تجاه إيران. طيب، سأنتقل بك إلى موضوع فلسطيني آخر قبل أن ندخل في المواضيع الأخرى. بريطانيا امتنعت عن التصويت في طلب فلسطين بالعضوية الكاملة في اليونسكو. نالت فلسطين العضوية الكاملة في اليونسكو. بريطانيا امتنعت عن التصويت، بينما الولايات المتحدة وكندا وألمانيا رفضت هذه العضوية. لماذا الموقف البريطاني الذي كان من المفترض أن يكون موقف أولا مستقل عن الولايات المتحدة، ثانيا بحكم العلاقة مع فلسطين وبحكم العلاقة مع المنطقة العربية، كان يفترض به أن يكون موقفا يقترب على الأقل من الموقف الفرنسي الذي وافق على هذا الأمر؟ نحن ننظر بإيجابية تجاه الاعتراف المبدئي بدولة فلسطينية، ودائما كنا نؤكد ذلك. ولكن حاليا القرار في مجلس الأمن، والأطراف المختلفة في مجلس الأمن تقوم بإطلاع المعلومات من أجل اتخاذ القرار في الوقت المناسب. فنحن امتنعنا من التصويت بسبب اعتقادنا بضرورة اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وبعد ذلك الانتقال إلى الهيئات المختلفة. لماذا امتنعتوا عن التصويت؟ لماذا لم ترفضوا القرار؟ هناك 14 دولة رفضت القرار، فليكونوا 15. لأن مبدئيا بريطانيا لا تختلف مع مبدأ الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولذلك الرفض والفيتو غير مناسب في هذا. ولكن نحن نريد أن نتقدم نحو الاعتراف بدولة فلسطينية لا تتلقى أي عقبات مثل فيتو أمريكي في مجلس الأمن. ولذلك نحن نريد أن نقوم بالمناورات الدبلوماسية المناسبة من أجل إنجاح هذه العملية وإقناع الأطراف الأمريكية وغيرها على التعاون والنظر بطريقة إيجابية إلا هذه العملية. تاريخيا مستر باري مارستون، تاريخيا كان العلاقة الفرنسية الأمريكية علاقة فيها نوع من التوتر، وفرنسا كانت تلعب، فرنسا دوغول كانت تلعب دور المناكف للولايات المتحدة، إلى أن أتى ساركوزي القريب من الإدارة الأمريكية والقريب من واشنطن.
واعتقدنا أن فرنسا ستعود إلى أن تكون بشكل أو بآخر حليفة وتابع للولايات المتحدة. لم يحصل ذلك، فرنسا اتخذت قرارا يتباين مع الموقف الأمريكي. بعد الانتخابات الأخيرة قرأنا أيضا في الصحف البريطانية أن هناك بداية تقييم العلاقة البريطانية الأمريكية، وأن بريطانيا تريد أن تكون مستقلة عن الولايات المتحدة وتريد أن لا تتورط بأجندة الولايات المتحدة. لكن في تصويتكم في اليونسكو واضح أن إدارة بلير أو إدارة كاميرون ما زالت تحترم هذه العلاقة التاريخية ما بين بريطانيا والولايات ولكن المتحدة. ولكن في المرحلة الأخيرة وفيما يخص القرار في مجلس الأمن حول قضية الاستيطان، بريطانيا اختلفت في تصويتها مع الولايات المتحدة. بريطانيا صوتت في مصلحة إدانة عملية الاستيطان، وفي ذلك السياق أريد أن أثير قضية الإعلان الإسرائيلي الأخير حول الخطة لبناء سلسلة من الوحدات السكنية الاستيطانية في منطقة القدس الشرقية. نحن ندين ذلك بدون أي تحفظ. هذا قرار خطير جدا، وخصوصا في الوقت الحالي، وقد يعرقل المحاولات لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وعملية بناء الثقة بين الأطراف. هذا في الوقت الحالي قرار خطير ولا يسير في اتجاه عملية السلام والتقدم نحو التسوية النهائية. مستر باري ماستر، هل ترى أيضا أنه لا أعرف إذا كنت توافق هذا الموضوع، أن الموقف البريطاني في الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي ما زال موقف خجول وغير مساعد؟ بمعنى عندما تتخذ بريطانيا موقفا مؤيدا لعضوية فلسطين في اليونسكو، هذا يساعد أولي الأمر في الولايات المتحدة وأصحاب القرار إلى التنبه إلى أن العالم لم يعد تغير، وبالتالي هذه رسالة من بريطانيا كما فرنسا أعطت رسالة. زائد في الموضوع الفلسطيني، صحيح أنكم تتباينون تختلفون عن الموقف الأمريكي، لكنكم غير متقدمين كما موقف دول أوروبية أخرى في هذا الموضوع. بأي معنى؟ القضية صعبة بعد شيء. مثلا في الشهر الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت هناك مناقشات مكثفة حول هذه القضية، خصوصا عضوية فلسطين إلى الأمم المتحدة. ونحن أمام وضع صعب، لأن لا نريد أن هذا القرار يتلقى فيتو أمريكي أو رفض من أطراف مختلفة. نحن نريد أن يكون هناك تقدم نحو دولة فلسطينية مستقلة في الأول لحظة ممكنة، ونحن لا نريد دولة تكون حبر على الورق ومجرد فكرة الدولة أو شيء مجرد. نحن نريد أن هذه الدولة يتمتع بالمؤسسات الفعالة، الوسائل من أجل توفير حياة كريمة للفلسطينيين بطريقة تتماشى مع جهود سلام فياض خلال السنوات الماضية، وهذه الجهود كانت ناجحة. ولذلك نحن نريد أن نتعاون مثلا مع الولايات المتحدة بطريقة تقنع أمريكا وأطراف مختلفة للانضمام إلى هذه المرحلة بطريقة إيجابية. لأن لو بريطانيا صوتت من أجل هذا القرار، وهذا يكون قرار عظيم إذا وصلنا إلى فيتو أمريكي. فهناك مناورات دبلوماسية وسياسية كثيرة، وكثير من هذا يحدث وراء الكواليس بطريقة غير لديكم طبعا هذا الدور في الخريطة العالمية. عندما يقوم حوالي 170 دولة صوتت من أجل عضوية فلسطين في اليونسكو مقابل 14، عندما تقوم الولايات المتحدة بقطع المعونات، بقطع التمويل لليونسكو بعد أن قطع التمويل أيضا الموجه إلى السلطة الفلسطينية، ألا تعتبر بريطانيا أن هذا عملية ابتزاز غير مقبولة في القرن 21 وفي شروط العلاقات الدولية الحالية؟ أليس مطلوبا موقف بريطاني في هذا الشأن، موقف أوروبي بهذا الشأن؟ نعم. قد نختلف، ولكن لا تبتزون في المال. هذا قرار سلبي، وبريطانيا تؤيد 100% جهود يونسكو المهمة، وخصوصا في مناطق مثل الأراضي الفلسطينية. وبريطانيا ملتزمة باستمرار مساعداتها الكبيرة إلى الشعب الفلسطيني، وهذا أكثر
من 300 مليون جنيه استرليني خلال الثلاث سنوات المقبلة. هذه القضايا لن تؤثر على تلك الأموال الضرورية من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني. ونريد عن طريق التواصل مع الأطراف الأمريكية والإسرائيلية إن نضمن استمرار وصول تلك الأموال الدولية الضرورية للفلسطينيين من أجل أن لا نشهد انهيار للسلطة الفلسطينية. طيب. أو توترات في الكلام عن الانهيار. أستاذ باري مارستن، هناك كلام جدي بدأ يناقش على مستوى السلطة الفلسطينية بحل السلطة الفلسطينية نهائيا. هذا الكلام كان كلام ترفي، كان كلام يكتب في الجرائد ويناقش في المقاهي، الآن أصبح مطروح من قبل الرئيس الفلسطيني، يدعو إلى جمعية لاجتماع المجلس الثوري في هذا الشأن. هل تستشعرون خطر هذا الخيار أيضا؟ مبدئيا مثل هذه القضايا تخص الفلسطينيين أنفسهم، ولا يمكن أن بريطانيا وأطراف أخرى تتدخل في شؤون سياسية داخلية. لكنكم كاتحاد أوروبي استثمرتم في مساعداتكم الأوروبية على السلطة الفلسطينية، ولكن هذا مساعدات للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وليست لحركة فتح أو طرف معين. ما يهمنا هو أن يكون هناك استمرار لعملية السلام، تكون هناك سلطة قادرة على التواصل مع الطرف الإسرائيلي من أجل تقديم هذا الملف، وقادر على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية الكبيرة داخل الأراضي الفلسطينية. فمن سنين السلطة الفلسطينية شهدت توترات ومشاكل داخلية، وخصوصا الانقطاع الفعلي ما بين قطاع غزة والسلطة الفلسطينية. فنحن نؤيد بدون أي تحفز عملية المصالحة بين الأطراف الفلسطينية من أجل أن نشهد وحدة فلسطينية تجاه التحديات الموجودة. أنتقل بك إلى الملف السعودي. هناك ملف سعودي طالما تم تعيين ولي عهد جديد في المملكة العربية السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز. هناك تقارير غربية وخصوصا بريطانية عن شخصية الأمير نايف، البعض يعتبر أنه شخصية محافظة، البعض يعترف أنها شخصية براغماتية. هل هناك تقييم بريطاني لشخصية ولي العهد، وما موقف لندن من هذا الشأن بالمستوى الرسمي أو الغير رسمي؟ أولاً أريد أن أترحم على ولي العهد السابق، وعلاقات بريطانية معه كانت ممتازة منذ السنوات الماضية، ولكن كذلك نحن ننظر بإيجابية إلى بناء علاقة جيدة جداً مع ولي العهد الأمير نايف. من سنين كانت هناك علاقات مباشرة معه طالما أنه كان وزير الدفاع، و لذلك هو شخص معروف بالنسبة لنا. وزير داخلي. وزير الداخلية. العلاقات جيدة جدا، وكنا دائما نعمل معه بطريقة إيجابية وودية. فلا أتوقع أن يكون هناك تغير لهذه العلاقات الممتازة. مستر باري مارستون، في القسم الثاني سنفتح الملف السوري طالما هناك موقف بريطاني في هذا الشأن بشخص السفير البريطاني هناك. سنتحدث عن مواقف وملفات أخرى، منها ليبيا، منها تونس، وملفات تهم المنطقة طالما هناك وقت لذلك. بعد الفاصل ابقوا معنا. بريطانيا والعالم العربي، المعلن والمضمر، نقاش مع مستر باري مارستون وهو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية. في الموقف السوري هناك طبعا موقف لافت لسفير بريطانيا في دمشق، وهذا الموقف يبدو أنه يعبر بشكل أو بآخر عن جو البريطاني إزاء سوريا. السفير البريطاني في دمشق سايمون كوليس كتب في موقعه على الانترنت مجموعة من الانطباعات التي قد تورط الحكومة البريطانية أو قد تعبر عن الحكومة البريطانية. فهو يقول إن النظام السوري عازم على التحكم بكل أوجه الحياة السياسية في سوريا، وأنه سوف يبذل كل ما باستطاعته للاحتفاظ بها، متهما النظام السوري بممارسة التضييق الإعلامي وبفرض حظر على الاتصالات وحجب مواقع إلكترونية وقنوات الفضائية، ويقول أن كل ذلك يتم بمساعدة إيران.
قال أيضا أن النظام السوري لا يريد للعالم أن يعرف أن قواته الأمنية والشبيحة الذين يدعمونها ويقتلون ويعتقلون ويسيئون لمتظاهرين سلميين. طبعا في كلام كثير على موقعه على اليوتيوب. أريد أن أعرف أولا، هناك ضبابية في الموقف الغربي بشكل عام وفي الموقف البريطاني، هناك مواقف نظرية تتحدث عن الحرية والتعددية والديمقراطية ووقف العنف وكل ذلك، لكن الشارع العربي والنظام العربي الرسمي لم يلمس موقفا غربيا شبيها بالموقف الغربي إذا ما حصل في ليبيا مؤخرا، في العراق قبل ذلك. سفيرنا في دمشق طبعا يتكلم بلهجة ساخنة بعد الشيء، ولكن يعبر 100% عن سياستنا تجاه سوريا. الوضع صعب جدا، النظام يوم بعد يوم يقوم بذبح المواطنين في مدن مختلفة، وحتى بعد هذا الوفاق ما بين الجامعة العربية ودمشق هناك خبر جديد عن مقتل أشخاص في حمص وأماكن مختلفة. من ناحية نرحب بدور الجامعة العربية للتواصل ومحاولات لتسوية هذا الملف، ولكن لدينا كثير من الشكوك حول النوايا الرسمية السورية للتوقف عن العنف والقيام بإصلاحات جذرية وجدية. منذ شهور سمعنا كثير من الكلام الجميل من هذا النظام، ولكن كله أصبح أكاذيب وأشياء لا يمكن نصدقها. ومثل ما سفيرنا قال، هذا النظام يحاول أن يخفي ما يحدث بدلا من أن يتعامل مع الواقع ويحاول أن يصل إلى تسوية مقبولة مع المعارضة. طيب، هذا الموقف طبعا أريد أن أسألك أولا، عندما تقول أن هناك المبادرة العربية والجامعة العربية، هناك طبعا من يعتبر أن هذا الجهد العربي الممثل في المبادرة العربية هو جهد لإعطاء ذريعة بعد ذلك لتدخل الخارج، تدخل الغرب في هذا الشأن. ثانيا، هناك من يعتبر أن هذا الجهد العربي هو جهد يحتاج إلى الحسم، لكن عدم وجود حسم مرده عدم وجود حسم في بريطانيا وفي باريس، في لندن وفي باريس وفي واشنطن، وكأنه في وكأنه حتى الآن في حالة خلط في موقفكم تجاه الموقف السوري، ملف السوري. كثير من المراقبين ينظروا إلى ما حدث في ليبيا ويدعون بأن نفس الشيء سينطبق على سوريا، كأن البلدين لديها نفس الظروف ونفس الطبيعة، ولكن الوضع في سوريا مختلف تماما. نعم، هناك نفس وتيرة العالية من العمق، وفي سوريا ليس هناك نفط وغاز بالقدرة الموجودة في ليبيا أيضا، وهذا حافز للحوافز الغرب أنه يكون رأيه حاسم. ولكن في نفس الوقت سوريا في موقع استراتيجي مهم، ونحن لدينا نفس الرغبة نشهد تغير في سوريا، ونشهد توقف عن الدم والعنف. ولكن مثلا أكثر القتال يحدث داخل المدن، ففرض منطقة حذر جوي في مناطق مختلفة في سوريا احتمال لن يؤثر كثيرا على الوضع. في نفس الوقت لدينا صعوبة كبيرة في مجلس الأمن بعد الفيتو الروسي والصيني، وأي نوع من التدخل الأجنبي لابد من يكون تحت مظلة القانون، وهذا يعني قرار من مجلس الأمن يسمح بهذا التدخل. أنا لا أتحدث عن التدخل الأجنبي، أنا أتحدث عن موقف على الأقل عندما تعلن المبادرة العربية عن أنها اجتمعت بالرئيس بشار الأسد وهي في صدد تشغيل أو تنشيط مبادرة معينة، يصدر عن واشنطن موقف يطالب بتنحي الرئيس بشار الأسد، ويصدر عن فرنسا أيضا بلسان وزير خارجي ألان جوبي موقف يقول أن النظام السوري إلى آخره. لم نسمع موقفا بريطانيا لا يدعو إلى التعاون مع النظام ولا يدعو إلى إزالة النظام.
وقد فتشت يعني بحثت عن موقف فعلا تصريحات معينة حتى الآن، وكأنه الموقف البريطاني يريد أن يلعب دورا آخر، لا سيما أن بريطانيا لعبت دور يختلف عن الدور الفرنسي في السنوات السابقة. ولكن منذ شهور كل من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا وكثير من الدول الأخرى كانت تضع إلى تنحي بشار الأسد والرحيل هذا النظام. موقفنا لم يتغير، ولكن في نفس الوقت لابد من أن نسمح بالوساطة العربية وجهود إقليمية من الممكن أن بمعنى أنكم تدعمون أي تسوية؟ يعني في حال حصلت التسوية أنتم يعني لم تحسموا أمركم من النظام السوري، في حال تمت التسوية فأنتم تدعمون هذه التسوية؟ هذا الشيء حقيقي، نعطي هذه المحاولات الفرصة، ولكن ليس لدينا أي ثقة في هذا النظام، لا في كلامه ولا في قدرته على التنفيذ. أستاذ باري مارستن، هل أنتم جديون في إعطاء نظام بشار الأسد الفرصة؟ يعني أي إشارات ترسلونها إلى النظام بأنكم غير ليس لديكم نيات سيئة ضد هذا النظام لكي يصدق أي مبادرة عربية أو أجنبية في هذا الشأن؟ في نهاية المطاف القضية لا يتوقف حول المواقف البريطانية والخارجية، هذه الأحداث بدأت داخل سوريا وستنتهي داخل سوريا بين أطراف سوريا مختلفة، فالقرار في يد السوريين أنفسهم، ومن الواضح أن الأغلبية الكبرى من المعارضة السورية وكثير من المواطنين هم يريدون التغير، ليس التغير شكلي بل تغير لهذا النظام، وهذا النظام مصر على مقاتلتهم واللجوء حلول أمنية وليست سياسية. ولذلك إذا النظام أثبت خلال الأيام المقبلة بعد هذه الاتفاقية إن هي ستستمر بعمليات عسكرية وستستخدم ضباباتها ضد المواطنين، من الواضح أن ليس هناك أي نوع من التسوية مع هذا النظام، والحل الوحيد هو التنحي. هل لديكم مصلحة في مبادرة بريطانية تختلف أو تستقل عن الأوروبيين وعن الولايات المتحدة، بمعنى أن تقدموا حلولا معينة، أن يقدم سفيركم الموجود حاليا في دمشق حلولا معينة، اقتراحات معينة، مبادرة معينة قد يكون فيها ضغوط، لكن أن تسمع دمشق أن العالم يحاورها ولا يريد لها أن دائما من المستحسن أن المجتمع الدولي يتكلم بصوت واحد، وعلى الرغم اختلافات شكلية في لهجتنا ولهجة واشنطن وباريس، جميعنا نصر على ضرورة التنحي وضرورة التغير الحقيقي، وهذا لا يختلف كثيرا أن كثير من البلدان العربية وتركيا ودول إقليمية أخرى لا نريد أن نتخذ موقف مختلف عن الدول المعنية الأخرى، نريد في هيئة مجلس الأمن أو داخل الاتحاد الأوروبي وفي علاقاتنا مع الدول العربية إن جميعنا نسعى نحو نفس الهدف. هل تتفهمون الموقف الروسي والصيني؟ أشرت إلى ذلك منذ قليل، روسيا والصين لا تقاسمكم نفس الهموم، وهي لا تعتبر أن النظام مسؤول 100% عما يجري، أنه كمشاركة بين النظام والمعارضة، وهي اتخذت موقفا سلبيا من أي قرار ضد سوريا. هل هناك حوار على الأقل غربي روسي بريطاني روسي صيني؟ المناقشات لم تتوقف، ومن الضروري إن عاجلا أم عاجلا يكون هناك نوع من الجهود على مستوى مجلس الأمن، ولكن روسيا والصين لديها مصالح في المنطقة، ونحاول أن نقنعهم بضرورة المزيد من العمل والمزيد من الضغوط، ولكن على المواطنين السوريين باتخاذ القرار في ما يخص الموقف الروسي والصيني، حاولنا كثيرا. التقيتم بالمعارضة السورية، هناك حاليا مجلس وطني يفترض أن يمثل هذه المعارضة السورية، المجلس الوطني ينتظر أن يتم الاعتراف به، تم الاعتراف به ليبيا وقيل أيضا أنه قريبا تونسيا، هل هناك موقف غربي وبريطاني في هذا الشأن؟ كان هناك كثير من التواصل مع المعارضة السورية، وأنا شخصيا حضرت بعد المؤتمرات بيننا
الخطوة الأولى عملية بناء ثقة وبناء التفاهم على الطرفين حول أهداف المعارضة السورية وكيفية المساعدة للمعارضة لتنفيذ تلك الأهداف. وتشكيل المجلس الوطني خطوة مهمة في ذلك الاتجاه بسبب إعطاء المسؤولية إلى هيئة واحدة ومن أجل جميع السوريين وفئات مختلفة تستطيع أن تتوحد وتتكلم بصوت واحد تجاه أهدافها ورؤيتها. تمكن المجلس الوطني تم تشكيل هذا المجلس الوطني. نعم. موقف ماذا؟ أنه برافو، نعترف بكم، نحاوركم. عندما قلت أنك شاركت أو استمعت إلى بعض المؤتمرات، هل لديكم حتى الآن عدم ثقة بهذه المعارضة في سوريا؟ أي عملية لبناء علاقة تحتاج إلى بعض الوقت، ولكن الأمور تسير بشكل جيد. نحن على رضا بالقادة السوريين بقدرتهم على تحديد رؤيتهم للمستقبل، حتى مع المجلس الانتقالي في ليبيا لم نعترف بهم في اليوم الأول، بل بعد فترة من بناء علاقة ونجاح هذا المجلس في كسب الثقة من المواطنين أنفسهم. أي هيئة لا تستمد شرعياتها من الخارج بل من الداخل. طيب، في أيضا النقاش حول هذه المعارضات العربية، هل في بريطانيا، طبعا هناك نقاش في الولايات المتحدة حول دور الإسلام السياسي القادم، هل في بريطانيا بدأتم تتقبلون فكرة أن يأتي الإسلاميون إلى الحكم، لا سيما أن التجربة التونسية وتجربة انتخابية أتت بحركة النهضة إلى الحكم، علما أن راشد الخنوشي زعيم حركة النهضة كان ضيفكم في بريطانيا طوال سنوات المنفى. ثانيا، التجربة الليبية بيّنت أن التيار الإسلامي هو تيار غالب في ليبيا. هل بريطانيا بدأت تتقبل هذه الفكرة، وهل بالإمكان التعايش مع الإسلاميين الذين بعضهم كان قريب من القاعدة أيضا؟ لا تشكل هذه القضية مشكلة بالنسبة لبريطانيا، فقط بشرط أن تلك الأطراف تكون ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية، تبتعد عن أي نوع من العنف، وهي تحكم بمصلحة المواطنين أنفسهم. وأتمنى أن هذه الانتخابات الأخيرة في تونس تكون خير مثال، خير نموذج للمنطقة بشكل عام حول إمكانية نجاح العملية الديمقراطية. ولكن إذا نسبة كبيرة من المواطنين صوتوا في صالح حزب ديني، حزب إسلامي، هذا ليس مشكلة بالنسبة لبريطانيا. طالما أن هذا الحزب، لكن في السابق يبدو كان مشكلة في السابق كان دائما دعمكم لبعض الأنظمة العربية يأتي من أنه هذا النظام إذا سقط فسيأتي البديل الإسلامي، فنحن ضد البديل الإسلامي. هذا كمان، هذا الكلام الخطاب السوري، وهذا كان الخطاب المصري، وهذا كان خطاب القذافي أيضا، كنتم تدعمون هذا التوجه. هي أولا. ثانيا، هناك مال سياسي حاليا يدعم الإسلاميين في تونس أو في غير تونس، ليس كلامي، هناك تقارير في هذا الشأن. لا يبدو أن لديكم بدائل أخرى لدعم الأطراف الأخرى، نتحدث عن الليبراليين وكل ذلك، وكأنكم تريدون لهذا الإسلام السياسي أن يحكم. لا نخلط ما بين أحزاب سلمية ديمقراطية تتمطع بمبادئ الديمقراطية وحركات متطرفة لديها أهداف عنيفة، أهداف دولية مرتبطة بالإرهاب والعمل المسلح. ولكن بالنسبة لأحزاب مثل الأخوان المسلمين، حزب النهضة، إذا أهدافها سلمية وفي مصلحة الوطن لا يمكن البريطاني تعارض ذلك. هل في سوريا، بالعودة إلى الموقف السوري، أيضا لديكم هذا الهم في من سيحكم سوريا في حال سقوط النظام؟ المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا السابق هو أيضا موجود في بريطانيا، بالتالي يفترض أن تتعرفوا على جو الإخوان المسلمين السوري. هل تخشون هذا البديل، أم أيضا لديكم نفس الخطاب؟
الخطر يكمن في حالة الفوضى إذا النظام استمر بالعنف والمواجهة لمدة شهور. طالما إن النظام يستمر بهذه الطريقة هذا يقرب سوريا إلى انهيار الدولة وحرب أهلية وظروف خطيرة جدا. نحن نريد انتقال ديمقراطي، وإذا الإخوان المسلمين وأحزاب أخرى وأطراف إسلامية وعلمانية تريد المشاركة في إعادة بناء الدولة القرار في يد السوريين أنفسهم، وأي طرف قادر على تلقي التعييد من قبل المواطنين. دائما يعني تستخدم كلمة إذا، هل قبل الإذا هناك مجموعة من الأدبيات الجديدة، من الخطب الجديدة، من التصريحات الجديدة الصادرة عن الإسلاميين في سوريا وغير سوريا بدأت تلفت نظر البريطاني؟ طبعا هناك كلام ليبرالي نوعا ما صدر في تونس عن حركة النهضة قد يكون قيدا سرب من الإخوة المسلمين في مصر، لكن هل هذا الخطاب بإمكان أن تثقوا به أم قد تعتبرونه خطابا انتخابيا يختلف بعد الوصول إلى الحكم؟ في نهاية المطاف الأمر ليس لبريطانيا بإقرار مصداقية تلك الأحزاب بل المواطنين أنفسهم. فمن الطبيعي أن بعض المواطنين يكون لديهم شكوك حول نوايا تلك الأحزاب ويمتنعوا عن التصويت من أجلهم، ولكن لا يمكن بريطانيا تتدخل في تلك الشؤون. إذا حزب فاز في الانتخابات في تونس أو مصر أو ليبيا ولم تلتزم بوعودها من الضروري أن يخسر في الانتخابات المقبلة. هذه هي اللعبة الديمقراطية التي نتمتع بها. هناك خطر دائما يعني أعداء الإسلاميين يعتبرون أنه الخطاب الإسلامي هو خطاب انتخابي لمرة واحدة، بمعنى أن يحصل على الحكم وبالتالي لا انتخابات بعد ذلك ما هو حاصل في إيران أو في أي دولة إسلامية أخرى. من ناحية العالم سيراقب ما يحدث في تلك البلدان، وإذا أطراف أصبحت تخل بالعملية الديمقراطية وتقود المؤسسات الديمقراطية هذا سيسبب الكثير من القلق ومن الممكن ضغوط. ولكن أهم من ذلك شاهدنا ملايين من المواطنين يتدفقون للشوارع في كثير من البلدان العربية من أجل الحرية والديمقراطية والحقوق، وبالتأكيد إذا أحزاب أصبحت تستولي السلطة وترفض الديمقراطية وترفض رأي المواطنين النتائج ستكون قادرة. عندما يعني تحدث عن مثال الإيراني أن الانتخابات تجري في إيران، انتخابات في إيران تجري تحت سقف الدولة الإسلامية التي لا تسمح بأحزاب غير إسلامية أو تقدم بديلا غير إسلامي في هذا الشأن. طبعا في المملكة العربية السعودية ليس هناك انتخابات، بالتالي هناك خوف، أو برأيك لم تعد الدكتاتورية سواء كانت الدينية أو الليبرالية لم تعد موضة؟ هل بالإمكان تصور عودة حكم دكتاتورية جديدة؟ واحد من مخاطرات في أي ديمقراطية ناشئة إذا هي افتقرت إلى مؤسسات من أجل مراقبة الرئيس ومراقبة الحزب الحاكم، من الممكن إن بعد مرحلتين من الحكم الرئيس يختار تغير الدستور وإطالة فترة حكمه وقمع وسائل الإعلام. الأولوية في المرحلة الحالية هي بناء مؤسسات قادرة على التعامل بطريقة مستقلة من أجل إن الأحزاب والحكومة نفسها تكون تحت المراقبة، وتكون هناك سلطات قضائية مثلا أقوى منها وحتى أقوى من شخصية الرئيس نفسه، مثل ما يحدث في أكثر الديمقراطيات في أوروبا. بدون تلك المؤسسات دائما هناك خطر إن بعد مدة سنوات يكون هناك عودة للديمقراطية، عودة للديكتاتورية والاستبداد. ونتمنى أن يكون هناك عقلية ديمقراطية
من قبل المواطنين في جميع تلك البلدان من أجل ضمان نجاح هذه العملية. مستر ماشتن حضرتك تتمنى، لكن بالسياسة ليس هناك تمني. إذا كان في هناك ديمقراطيات سادت في منطقة في فترة معينة، كانت في بعض الأحيان برعاية هذا الغرب، وكانت بدعم وبصداقة من هذا الغرب. إذا أراد الغرب أن لا تعود الدكتاتوريات، فعليه أن يعلن أنه لن يسمح بعودة هذه الدكتاتوريات، وبالتالي ما هو البرنامج في هذا الشأن؟ القضية ليست عدم سماح غربي بما يحدث في تلك البلدان، القضية تنسيق وتعاون ومساعدات بريطانية أوروبية غربية من أجل مساعدة تلك البلدان وتلك الشعوب للتحرك في الاتجاه الصحيح، يعني تمويل مراقبة الانتخابات، مساعدة الصحف على التطور، مساعدة المؤسسات على التحرك في الاتجاه الصحيح، مساعدات لدوريات تعليمية من أجل توعية المسؤولين في الحكومة الجديدة. هناك وسائل كثيرة من أجل أن تكون هناك بيئة ديمقراطية ملائمة في تلك البلدان. عندما نسمع عن المشاكل الاقتصادية الكبرى في مناطق العالم، في منطقة اليورو، في الولايات المتحدة، في بريطانيا خطة التقشف كانت معلنة، كل ذلك يطرح السؤال: هل ما زال هذا الغرب وهل ما زالت بريطانيا بإمكانها التأثير على منطقة العالم العربي؟ هل تملك إمكانيات التأثير؟ هذا السؤال مهم شديد، لأن أحيانا عندما نتكلم عن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، نتكلم عن الولايات المتحدة وبريطانيا وأطراف الغربية كأنها تدير جميع الشؤون حتى من وراء الكواليس، ولكن بريطانيا ليست بريطانيا دولة الإمبراطورية مثل ما كان قبل قرن أو أكثر من ذلك. هي جزيرة صغيرة وتستطيع أن تستخدم نفوذها، ولكن لا تستطيع أن تدير الشؤون بطريقة معلنة أو غير معلنة. وخصوصا منذ بداية هذه السنة الأمور أصبحت في أيدي المواطنين في تلك البلدان في العالم العربي، وعن طريق التحول نحو الديمقراطية أكثر وأكثر سيكون غير مناسب أن نشهد تدخل غربي في تلك البلدان، وسيكون أصعب لبريطانيا نفسها أن تؤثر على ما يحدث داخل تلك البلدان. هذا ليس شيء سلبي بل شيء إيجابي، شيء مهم لتلك الديمقراطيات الناشئة، ونتمنى أن الأمور ستستمر بذلك الاتجاه. هناك طبعا وزير خارجية بريطانيا سافر إلى طرابلس، طبعا زار طرابلس لإعادة فتح سفارة بلاده في هذا البلد، لكن أريد أن أسألك قبل ذلك عن نهاية معمر القذافي. طبعا معروف أنه قتل، لكن هناك سؤال كبير: هل كان هناك قرار لدى الحلف الأطلسي ولدى الغرب بقتل القذافي؟ بمعنى هل قتل القذافي بناء على أوامر صادرة عن الحلف الأطلسي؟ ببساطة لا، لم يكن هناك أي نوع من علما أنه قبل ذلك، قبل أشهر كان هناك إعلان من الأطلسي أننا نقوم بقمنا بقصف هذه المنطقة وقصف هذه المنطقة بحثا عن القذافي. كان هناك صراحة إعلان أننا نحاول قتل القذافي. الهجمات للتحالف لم تستهدف أشخاص، بل كانت تسعى من أجل تخفيف قدرة القذافي على مقاتلة المواطنين، تستهدف مثلا هيئات عسكرية، ودائما كان من الأحسن أن إلقاء القبض على معمر القذافي وعائلته وعوانه من أجل أن نشهدهم أمام المحكمة الدولية. ونتمنى أن سيف القذافي نفسه سيسلم نفسه وأشخاص آخرين يسلموه من أجل أن الشعب الليبي يسمعون أكثر عن المرحلة السابقة، ويكون هناك فرصة لتعليم دروس المناسبة حول تلك المرحلة المريرة. كنا نريد نفس الشيء بالنسبة لمعمر القذافي نفسه. بعض التقارير تحدثت، قد تكون إشاعات، أن هذا الغرب سيحرج
فيما إذا بقى القذافي وقدم للمحاكم، لأنه يبدو سيكشف ملفات معينة عن تورط هذا البلد أو ذاك طوال فترة حكمه، وبالتالي كان التخلص منه. ألم يعني ألم تستغربوا حضرتكم في بريطانيا مقتله بهذا الشكل بعد بث صور عن اعتقاله حيا؟ جميعنا كنا نستغرب ولا بد من التحقيق، ولكن أنت ذكرت حرج غربي أو بريطاني. إذا كان هناك ضرورة لذلك الحرج لابد منه، لابد من أن نتعلم عن ما حدث في الماضي من أجل لا نكرر نفس الأخطاء. التواصل في فترة حكومة توني بلير مع الحكومة الليبية هذا الشيء أثار القلق والجدل. ولابد من المراجعة لتلك الفترة من أجل معرفة المزيد، وهذا يساعد الليبيين على لملمة جروحهم كما أن يساعدنا هنا في بريطانيا على تعليم. عبد الحكيم بلحاج هو طبعا أحد القيادات الليبية للثوار، هو إسلامي كان ينتمي إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة، اعتقل من قبل القوات الأمريكية بصفة قاعدة. هل نتصور أن يأتي يوم إلى بريطانيا ويستقبل بصفته وزيرا ليبيا، وبالتالي تكون المفارقة التاريخية الكبرى أن تصبح بريطانيا والقاعدة في خندق واحد؟ أثرنا هذا الملف بالذات شخصيا مع عبد الحليم بلحاج بكثير من الصراحة. كانت هناك أحداث حدثت في الماضي، ولكن علينا أن نطي الصفحة ونتواصل مع القادة الليبية الجديدة. نريد أن نبني علاقة مع جميع الأطراف المهمة داخل الحكومة الليبية الجديدة على الرغم ما حدث في الماضي. تتحدث وكأنه طويت الصفحة الأمر من الماضي، هل سمعتم من بلحاج كلام من هذا النوع أو مراجعة؟ أنا لا أريد أو أذكر أشياء خاصة، ولكن أثرنا هذا الملف وناقش موقفه واستمعنا إليه وقمنا بضمان تحقيق كامل في حيثيات تلك الأحداث. وبالتالي لكن هل خلال لقائكم معه أو لقائكم مع الإسلاميين ما يقدمونه لكم يثير ثقة أم ماذا؟ أم تريدون إخضاعهم لتجربة معينة أم ماذا؟ ما يهمنا هو إذا أطراف إسلامية وأطراف أخرى لا تزال تؤيد استخدام العنف أو وسائل غير ديمقراطية، دعنا من مواقف أطراف مختلفة في الماضي، ما يهمنا مواقفهم حاليا، و القرار ليس في يد بريطانيا، القرار في يد الليبيين أنفسهم من أجل الإقرار بقادتهم في المستقبل. أشكرك جزيل الشكر سيد باري مارستن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية، كنا نناقش معك هذه العلاقة بين بريطانيا والعالم العربي بين ما هو معلن وما هو غير معلن. شكرا للانتباه، إلى اللقاء.